This is Mr. محمد طلحة and you're watching Learn English with Mr. طلحة. بيبي تعالى يلا نبدأ وحدتنا أو الجرامر اللي موجود في الوحدة، وده هنلاقيه بيتكلم عن الفيرست كونديشنال اللي هي حالة اف الأولى. هتلاقي الموضوع إن شاء الله بسيط جدا، فخليك معانا وتابع وافهم كويس، مش هطول عليك، يلا بينا. First conditional اللي هي حالة اف الأولى. طبعا اف دي يا حبايبي معناها إذا أو لو، ودي شكل ما احنا عارفين كده في العربي اسمها أداة شرط، بمعنى إن دايما مرتبط بيها فعلين، اللي بيجي وراها بسميه فعل الشرط، واللي بيجي الجملة التانية بسميها جواب الشرط. يعني فعلين اتنين مرتبطين ببعض، عشان واحد يحصل التاني كمان يحصل أو ما يحصلش، أو عشان فعل ما يحصلش التاني مرتبط بيه يحصل أو ما يحصلش. يبقى اف بسميها ذات شرط، اللي بعدها بيبقى فعل الشرط، والجمله الثانيه بتبقى جواب الشرط. قال لي اف ليها حالات متعدده، يعني انا عندي الزيرو كونديشنال يعني حاله اف صفريه، وعندي الفيرست كونديشنال، وعندي السكند كونديشنال، وعندي الثيرد كونديشنال، كلها حالات. طبعا اللي موجود علينا في الوحده دي هي الفيرست كونديشنال، يعني حاله اف الاولى. طبعا مهم جدا في حالات اف ان انا اعرف تركيبه الحاله نفسها. لو جينا بصينا على الفيرست كونديشنال اللي هي علينا في الوحده دي اللي هي حاله اف الاولى، هلاقيها بتتكون كالتالي: اف بريزنت سمبل اند فيوتشر، يعني اف وفعل الشرط اللي وراها مضارع بسيط، وجواب الشرط بتاعها بيبقى مستقبل يعني ويل بلس الانفينيتيف اللي هو جايبهولي اصلا عشان يخش على القاعده دي. طب قال لي الحاله دي بتعبر لي عن ايه؟ قال لي بتعبر لي عن شيء محتمل حدوثه في المستقبل، بتكلم عن احتمالات في المستقبل. فور اكزامبل، على سبيل المثال لما يجي يقول لي if you study hard you will succeed، يعني لو انت ذاكرت كويس هتنجح. طبعا هنا you study hard ده بسميه فعل الشرط، شرط انك تنجح انك تذاكر بجد. فبقول if you study hard يعني لو انت ذاكرت بجد you will succeed يعني هتنجح. Another example when I say if she runs fast يعني لو هي جري بسرعة she will catch the bus يعني هي هتلحق الاتوبيس. لو بصينا هلاقي ان if جاي بعدها present simple مضارع بسيط، قال لي if she runs. طيب والجملة التانية قال لي she will catch يعني will زائد المصدر او مستقبل. يبقى دي التركيبة بتاعت حالة if الاولى او first conditional: مضارع بسيط will زائد المصدر، او مضارع بسيط مستقبل. ودي شكل ما قلنا بتعبر لي عن احتمالات حدوث شيء في المستقبل. يبقى مهم جدا ان انا لازم احفظ التركيبه نفسها بتاعه الحاله. ليه؟ لانها هتجي لي في الاختيارات بشكل من الاثنين، يا اما هيجيب لي الاختياري في فعل الشرط، يا اما هيجيب لي في جواب الشرط. يعني مثال بسيط، لما يجي يقول لي if I not جايب لي السبيس اهو ويقول لي to the shops I will spend a lot of money. بقول لي لو انا رحت المحلات هصرف فلوس كتير. هنا الاختياري موجود في فعل الشرط، يعني الفعل اللي جاي بعد اف مباشرة. طيب وجايب لي الاختيارات كالتالي: go, goes, will go, and went. طبعا هبص على الاختيارات هنا، لازم اكون حافظ بقى الحالة. ليه لازم اكون حافظ الحالة؟ لان لو مش عارف ان اف بيجي وراها مضارع بسيط هبدأ الخبط الدنيا. طيب هنا قلنا فعل الشرط حبايبي في حالة اف الاولى مضارع بسيط. طب وايه اللي عرفني اصلا انها الفيرست كونديشنال؟ هبص هناك هلاقي ويل، فبالتالي لازم اختار مضارع بسيط. طب ايه اللي موجود تحت مضارع بسيط؟ قال لي هلاقي جو اند جوز، يعني هلاقي جو وجوز. طب اخد يا ترى جو ولا جوز؟ هتقول لي لا، هروح لايه؟ ها للفاعل. الفاعل بتاعي مين؟ قال لي اي. طب طالما الفاعل بتاعي اي يبقى هاخد جو اور جوز؟ قال لي لا، اي وي وذاي ويو الاسم الجمع بيجي معاهم مصدر، فلازم اقول اف اي جو. يبقى اف اي جو تو ذا شوبس I will spend a lot of money، يعني هنفق او هصرف فلوس كتير. يبقى هنا لازم اركز ان فعل الشرط يا حبايبي بيكون مضارع بسيط، والمضارع البسيط ليه شكلين اتنين مش شكل واحد، يا مصدر يا اما فعل في اس او اي اس. وقلت لو لقيتهم الاتنين في الاختيارات يبقى لازم ارجع للفاعل. لو لقيت اي او وي او ذي او يو او اسم جمع بجيب معاهم مصدر. لو لقيت هي او شي او ات او اي اسم مفرد بجيب معاه فعل في اس او اي اس. الحالة التانية انه هيجيب لي الاختيارات في جواب الشرط، واحنا قلنا جواب الشرط جملة جواب الشرط حبايبي لازم يكون مستقبل. تاني جملة جواب الشرط لازم تكون مستقبل، ما ينفعش. يعني مثال بسيط، لما يجي يقول لي if she has a lot of money يعني لو هي معاها فلوس كتير، ويقول لي she space a car، ويقول لي يا ترى buy or buys or will buy or bought، ويديني الاختيارات بالمنظر ده.
طبعا لما هبص على الجملة الأولى اللي هو فعل الشرط يعني هلاقي هاز. احنا اتفقنا ان هاز وهاف لما تيجي لوحدها الكلام ده present simple يعني مضارع بسيط. طيب يبقى اذا الجملة الثانية جواب الشرط هتكون مستقبل. المستقبل هنا شكل ما احنا عارفين بمين، ها will. فبالتالي الاختياري بتاعي لازم يكون she will buy، تاني she will buy a car يعني هي هتشتري سيارة. يبقى اذا مضارع بسيط will plus الانفينيتيف. طب يا مستر if لازم تيجي في الاول؟ قال لي لا طبعا عادي جدا انها تيجي فين؟ في نص الكلام، بس كده كده فعل الشرط present simple مضارع بسيط. ساعات بيجيب لي اختياري مهم جدا وكل الطلبة بتغلط فيه، ازاي؟ يقول لي مثلا المثال ده هدى will buy shoes if she to the shops tomorrow. بيقول لي ان هدى هتشتري ايه؟ ها؟ هتشتري حذاء لو هي راحت المحلات بكرة. طبعا هنا الخدعة فين؟ الخدعة في كلمة tomorrow. tomorrow طبعا معناها غدا، فكل الناس اول ما هتشوف tomorrow على طول هيجيب لي مستقبل، يعني هيجيب لي will زائد المصدر، وهينسى خالص ان فعل الشرط يا حبايبي لازم يكون present simple حتى لو فيه كلمة tomorrow. فهنا لما يجي يقول لي هدى will buy new shoes if she ate to the shops tomorrow ومديني تحت go and goes and went and will buy، هقول له ايه؟ هتقول لي goes، يعني ما اقولش يا مستر will go ده في tomorrow، هقول لك لا انا مرتبط هنا ب if اللي بيجي وراها فعل شرط present simple يعني مضارع بسيط، فبالتالي هقول if she goes تاني if she goes. يبقى لاحظ if هنا جت في النص واللي جه بعدها برضو present simple. طب ايه اللي اتحرك؟ قال لي جملة جواب الشرط اللي هي will، قال لي ممكن تيجي في الاخر خالص او انها تيجي قبل if. طب يا مستر هي ممكن تيجي لنا في صيغة سؤال؟ قال لي ايوه وبتيجي كمان في الاختيارات، يعني يجي يقول لي what space you do if you have a lot of money، هتعمل ايه لو معاك فلوس كتير. طبعا هنا يقول لي تحت بقى في الاختيارات do or does or will or did، يجيب لي الاختيارات على الافعال المساعده بالمنظر ده. طبعا جمله جواب الشرط هنا جايه على شكل question يعني على شكل سؤال. طيب جواب الشرط بيبقى ايه؟ خلاص احنا عارفين ان هو بيبقى مستقبل، فبالتالي لازم اجيب will plus الانفينيتيف، يعني هنا لازم اقول what will you do، تاني what will you do if you have a lot of money، يعني هتعمل ايه لو معاك فلوس كتير. حاجة مهمة جدا بقى هو ان if هنا بتساوي when، او when ليها نفس القاعدة يعني present simple future simple يعني مضارع بسيط وكمان مستقبل. for example على سبيل المثال لما يجي يقول لي when I'm older يعني لما اكبر في السن، ويجي يقول لي في الاختيارات I do or did or will do or doing all the shopping online، يعني هعمل كل التسوق بتاعي عبر الانترنت. هبص برضو على وين هنا هلاقي جاي وراها present simple مضارع بسيط، فهقول له هي بالظبط نفس قاعدة اف، يعني وين هيجي وراها present simple مضارع بسيط والجملة التانية هتبقى مستقبل. فاذا هقول I will do، تاني هقول I will do all the shopping online يعني هادي كل التسوق عن طريق الانترنت. يبقى مهم جدا لازم الاحظ ان وين شكل اف present simple مضارع بسيط والجملة التانية future يعني مستقبل. طبعا هنا حبايبي بقى في التكملة بتاعة الجرامر بتاع الوحدة دي بيتكلم لي عن ان ازاي ممكن جملة جواب الشرط ما تجيش بول. امال يا مستر هتيجي بايه؟ قال لي ممكن جواب الشرط ده يعبر لي عن advice يعني نصيحة، ممكن يعبر لي عن necessity عن الزام وضرورة، ممكن يعبر لي عن instructions يعني تعليمات. بمعنى ان جواب الشرط هنا ممكن يتغير، يعني ممكن ما يجيليش will plus infinitive. تعال نشوف ازاي ممكن جواب الشرط يجيلي نصيحة، يعني يقول لي مثلا if you feel ill يعني لو انت شعرت بتعب، فقول له you should see a doctor، لو انت شعرت بتعب يجب ان انت تشوف الدكتور او تروح للدكتور. يبقى هنا جملة جواب الشرط بتعبر لي عن نصيحة، فبالتالي بدل ما اجيب will get should. وبرضو نفس الفكرة ممكن when تحل محل if، يعني لما اقول when it's cold يعني لما الجو يبقى برد you shouldn't go swimming، يعني لما يبقى جو برد ما تروحش تعوم. يبقى بالتالي برضو هنا انا بدي نصيحة، تاني when it's cold you shouldn't go swimming. يبقى اذا تاني جواب الشرط ممكن يعبر لي عن نصيحة، وبالتالي هستخدم مكان will should or shouldn't. كمان ممكن اعبر بيه عن instructions، يعني ممكن يكون جواب الشرط عبارة عن اعطاء تعليمات،
يعني لما اقول لك when you see علي or if you see علي، يعني لما تشوف علي او اذا رايت علي. give him this book، give him this book يعني اديله الكتاب ده. يبقى ده طلب، يعني ممكن اقول give him this book please، اديله الكتاب ده من فضلك، او give him this book. يبقى بالتالي هنا انا جبت فعل امر في الاول اللي هو give، خلاص. فبالتالي عادي جدا ممكن تبقى instructions تعليمات، خلاص. يعني ممكن ابدا بفعل عادي في المصدر طالما مفيش فاعل. قال لك لا، ومش بس كده كمان، ده ممكن تعبر لي عن الزام وتحريم، وفي الحاله دي ممكن اجيب عادي جدا كلمه must or mustn't مكان will. يعني مثال لما اقول if you are or when you are in the exam room، يعني لما اكون في لجنه الامتحان، you must follow the rules، يعني يجب ان انت تتبع القواعد. قال لي عادي جدا، انا بتكلم هنا عن قواعد، فبالتالي جبت must مكان will. وممكن كمان تعبر لي عن تحريم، يعني لو انا بقول الواحد if you are in a hospital، يعني لو انت موجود في المستشفى، or when you are in a hospital you mustn't smoke. you mustn't smoke يعني لا يجب ان تدخن. يبقى هي الفكره هنا ان عادي جدا يا احبابي، او تكمله الدرس بيقول لي ان ممكن يجي مكان will في جواب الشرط should or shouldn't اذا كنت بعبر عن نصيحه، ممكن يجي فعل امر اذا كنت بدي instructions، او ممكن يجي طبعا must or mustn't لو كنت بعبر عن الزام او تحريم. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell. واوعى تنسى راجع الحلقة مرة واثنين وثلاثة، وبعد كده ابدأ حل الامتحانات بتاعة الكتاب اللي موجود معك. حل التمارين كويس وبعدين راجع معانا ان شاء الله في الحلقة الجاية، وشوف يا ترى اللي انت حليته صح ولا غلط، ولو صح صح ليه، ولو غلط غلط ليه، واعرف الصح وعلم عليه. ولو عجبتك الحلقة شير لكل زمايلك الإعدادي عشان الكل يستفيد إن شاء الله. وما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية. جود باي، سلام عليكم.